الأعزاء عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيليلومير. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يدعو إلى المساواة بين الناس ورفع الظلم عنهم. جلالة الملك عبد الله الثاني، الأردن سيبقى دوماً معطاءً وسنداً للأخوة والأشقاء العرب. كنيسة يسوع الملك للاتين بعمان تحتفل بعيد انتقال السيدة العذراء. بالرجاء ننتصر، مبادرة شبابية في الأراضي المقدسة لدعم لبنان. وفيها أيضاً أنماط الشخصيات الكتابية في حلقة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، أكد قداسة البابا فرانسيس في حديثه إلى المؤمنين الناطقين باللغة العربية والمتابعين لمقابلته عبر شبكة الإنترنت، أن فيروس كورونا كشف عن عدم المساواة بين الناس وعن الظلم الاجتماعي السائد وعدم تكافؤ الفرص. وقال قداسته: إننا الآن مدعوون لأن نتحرك لعلاج الأوبئة التي تسببها المظالم الاجتماعية الكبيرة لتحقيق عالم أكثر تعافٍ. وأضاف: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة الأطفال والمسنين والمرضى والمتألمين. إليكم ملخص التعليم لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في خيار تفضيل الفقراء وفضيلة المحبة، وذلك في إطار تعليمي في موضوع شفاء العالم. قال قداسته: كشف فيروس الكورونا عن عدم المساواة وعن التفرقة بين الناس، بل زاد عليها. لذلك من الضروري ليس فقط إيجاد علاج لهذا الفيروس، بل أيضاً لفيروس أكبر هو الظلم الاجتماعي وعدم تكافؤ الفرص والتهميش والنقص في حماية الأكثر ضعفاً. وفي كلتا الحالتين خيار الإنجيل وخيار المسيحي هو تفضيل الفقراء. وأضاف قداسته: تجرد السيد المسيح من ذاته وجعل نفسه على مثال البشر، ووقف بين المرضى والفقراء والمستبعدين، وأظهر لهم محبة الله الرحيمة. لذلك كل مسيحي يسير على مثاله ويهتم بالفقراء ويدعى إلى أن يكون أداة بين يدي الله لتحريرهم وتقدمهم. وقال قداسته: إن خيار تفضيل الفقراء يعني أن نسير معهم وأن نغير البنى الاجتماعية المريضة التي تمنعهم من أن يحلموا في المستقبل، وأن نخطط لاقتصاد يكون فيه الأكثر فقراً في المركز، ومن ثم ينصرف اهتمامنا إلى من هم في أمس الحاجة إليه. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati ad agire ora per guarire le epidemie provocate dai piccoli virus invisibili e per guarire quelle provocate dalle grandi e visibili ingiustizie sociali. Propongo che ciò venga fatto a partire dall'amore di Dio, ponendo le periferie al centro degli ultimi al primo posto. A partire da questo amore ancorato alla speranza e fondato nella fede, un mondo più sano sarà possibile. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية. نحن مدعوون إلى أن نتحرك الآن لعلاج الأوبئة التي تسببها الفيروسات الصغيرة غير المرئية،
ولعلاج تلك التي تسببها المظالم الاجتماعية الكبيرة والمرئية. أقترح أن يتم ذلك انطلاقاً من محبة الله، فنضع في المركز من هم في الأطراف والآخرين في المكان الأول. انطلاقاً من هذه المحبة الراسخة في الرجاء والمؤسسة على الإيمان، سيكون من الممكن تحقيق عالم معافاً أكثر. ليبارككم الرب جميعاً ويحرسكم دائماً من كل شر. أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني عن تقديره للجهود الإغاثية والإنسانية الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على مستوى المنطقة والعالم. وثمن جلالة الملك خلال زيارة قام بها إلى مستودعات الهيئة، رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد، دور الهيئة في تقديم المساعدات للعديد من الدول لمواجهة الظروف الطارئة لديها، مؤكداً جلالته أن الأردن سيبقى دوماً معطاءً وسنداً للإخوة والأشقاء. وأوضح أمين عام الهيئة أيمن المفلح أن الهيئة تمتلك تجربة وخبرة بتزويد المناطق المنكوبة أو البلدان التي بحاجة إلى أي مساعدة، والتي كان آخرها لبنان الشقيق. من جهة ثانية، يواصل المستشفى الميداني الأردني في لبنان وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني تقديم خدماته الطبية والعلاجية على مدار الساعة للجرحى الذين أصيبوا بالانفجار الذي وقع مؤخراً بمرفأ بيروت، في حين لا زالت طائرات الإغاثة الأردنية المحملة بالمواد الغذائية والمعدات الطبية تهبط تباعاً في مطار بيروت، وهي مساعدات مقدمة من القوات المسلحة الأردنية والشعب الأردني. كما تقوم الكوادر الطبية الذين يزيد عددهم عن 100 طبيباً ومسعف بإجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى للمصابين الذين تستدعي حالتهم إجراءها في غرف العمليات. وقد أعرب المواطنون اللبنانيون عن بالغ شكرهم وتقديرهم للحكومة الأردنية على موقفها المشرف تجاه بلدهم وشعبهم. احتفلت رعية يسوع الملك للاتين في كنيسة المصدار شرق العاصمة عمان بعيد انتقال السيدة مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك في القداس الاحتفالي الذي ترأسه غبطة البطريرك فؤاد طوال جزيل الاحترام، وبمعاونة كاهن الرعية الأب مروان حسان، ومشاركة عدد من الشمامسة وجمع من المؤمنين. كل لقاء مع المسيح هو سبب ابتهاج ويوحنا التقى معه. كلما تدخل العذراء وابنها بيوتنا وحياتنا ومشاريعنا يجب أن يحصل هناك ابتهاج. كل لقاء مع الله هو ابتهاج، كل تدخل الله في بيوتنا وحياتنا وأعمالنا هو سبب ابتهاج. أيها الإخوة والأخوات، نحن نتحدث عن مريم، ولكن بشكل ما نحن أيضا نتحدث أيضا عن ذواتنا، عن كل واحد منا. فنحن إخوة يسوع، نحن أبناء مريم، نحن أيضا محط محبة الله العظيمة التي خص الله بها مريم. نحن أيضا سنلتقي يوما ما بالسيد المسيح وبأمه مريم العذراء في السماء. في عيد مريم العذراء بكل فرح نكرس اليوم ونزور اليوم مزار العذراء، ونعدها أن نزورها كلما سنحت لنا الفرصة ونتلو مسبحتها. يا ريت نزورها أفراداً وجماعات وعائلات، نزورها مع أولادنا الصغار كي يتعرفوا عليها، يتعودوا عليها. نعلم جميعاً وهذا شيء بديهي أن إكرام مريم العذراء بتلاوة المسبحة بزيارة المزار، إكرام مريم العذراء هو إكرام الإبن يسوع، وأي إهانة أو عدم احترام للأم هي إهانة وعدم احترام للإبن. يا أم الله وأمنا، يا معونة النصارى، يا سيدة الوردية، نجنا من كل شر ونجنا من الكورونا فيروس بالمسيح ربنا.
وبعد ختام القداس توجه الحضور إلى ساحة الكنيسة، حيث بارك البطريرك طوال مزار سيدة المصدر بعد الانتهاء من أعمال ترميمه. وبعد الصلوات والابتهالات تبادل الحضور التهاني بالعيد المبارك. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة أحد متى العاشر بمشاركة قدس الأيكونومس ألكساندروس مخامري، وذلك في كنيسة القديس جوارجيوس في صفوت بحضور جمع من المؤمنين من أهالي المنطقة. وأشار سيادته في عدة القداس إلى أهمية الصوم والصلاة في حياة المؤمن، وكيف أن يكون متسلحاً بالإيمان القويم والرأي المستقيم. وعبر سيادته عن سعادته الكبيرة بوجوده بين أبناء الرعية، ضارعاً إلى الله أن يحفظ أبناءها من كل شر ويمدهم بالمعونة والبركة لحياتهم، متمنياً للجميع صوماً مباركاً بمناسبة بدء صوم العذراء. نعم أبنائي، قديش نحن محتاجين للإيمان، والإيمان هي مسألة مصيرية في حياتنا. يعني ما نفكر إنه موضوع الإيمان هو موضوع ثانوي في حياة الإنسان. لا يا أبنائي، إذا انضرب الإيمان في الإنسان، الإنسان بفقد بوصلة قلبه وضميره وفكره فبيضيع. البوصلة شو هي؟ البوصلة الإيمانية. البوصلة الإيمانية الموجودة في قلبنا هي دائماً اللي بتنبهنا حتى دائماً نمشي كما يجب، يعني نمشي بهدف حياتنا. وأمامنا يسوع، أمامنا ملكوت السماوات، أمامنا خلاصنا. قديش مهم هاي البوصلة في القلب ما تتشوه، لأنها رح تفقدنا البصيرة ورح نفقد الاتجاه من وين رح نروح. رح نتشتت، رح نخاف، رح نقلق. إنجيل اليوم على فم السيد بيأكد لكل واحد فينا، نحن أبناء القرن 21، قديش علينا مهم إنه نهتم بمسألة الإيمان. وهون علينا مسؤولية كبيرة نحن أبناء الكنيسة الأرثوذكسية، إنه نعيش إيماننا ونقدمه للمجتمع وللعائلة وللمدرسة وفي الكنيسة، نعيشه صح حتى نقدم المسيح كنور في العالم. هاي مسؤولية أمامنا، لأنه في زمننا البدع والهرطقات كل مالها ما بتزداد. وفي الختام قام المطران خريستوفوروس بجولة في أنحاء التوسعة الجديدة للكنيسة وأعمال التشطيبات التي أنجزت فيها، مبديا فخره بالمجهود والإنجاز الذي قدمته اللجنة المشرفة في ظل اتخاذ إجراءات جديدة للتعايش مع فيروس كورونا. شددت الحكومة الفلسطينية على تطبيق تدابير صحية صارمة تتمثل بمنع التجمعات التي تشكل بيئة حاضنة لنقل الفيروس. وفي سياق آخر، أعلن في بيت لحم عن إقامة خدمة صلاة البركليسي في بستان الدير بكنيسة المهد للروم الأرثوذكس، وذلك طوال فترة صوم العذراء المقدس ما عدا أيام السبت والأحد. من جهة ثانية، وتضامناً مع الأشقاء اللبنانيين الذين يواجهون معاناة شديدة بسبب تداعيات انفجار مرفأ بيروت، فقد أطلقت شبيبة موطن يسوع للاتين في الأراضي المقدسة مبادرة بعنوان بالرجاء ننتصر، حيث يتم بيع المسابح في جميع الكنائس المحلية وتحويل ريعها إلى الجهات المختصة في لبنان لمساعدة العائلات المنكوبة وإعادة إعمار الأحياء المدمرة ولطلب الرحمة لأولئك المنكوبين. فقد أقيمت في كنيسة بيت لحم الصلوات والقداديس الإلهية، تضرع فيها المؤمنون إلى الله أن يرحم الشهداء ويشفي المصابين. طبعا تذكارا لوالدة الإله اللي نحن بنحتفل في ظل الوضع الراهن، نحن بنحتفل في القداس رقاد والدة الإله وانتقالها إلى السماء. وفي ظل الأوقات هاي اللي نحن بنمر فيها، طبعا في عندنا فترة الصيام، صوم الأسبوعين طبعا تقريبا، وفي خلال الأسبوعين هدول تقام الصلوات لرقاد والدة الإله
مع الصيام المقدس، وتضرعاتنا إلى والدة الإله في ظل الظروف الصعبة اللي بتعيشها العالم كله، خصوصا لبنان اللي حدث اللي صار فيها من انفجارات، والألم الصعب اللي حل بأهلها. تقام طبعا القداديس والجنانيز لتذكار للشهداء الذين سقطوا في بيروت، ودائما في صلواتنا وفي أدعيتنا من كنيسة المهد إلى لبنان الشقيق، ومش بس فقط للبنان الشقيق، طبعا كمان الصلوات والقداديس تقام لجميع العالم المتألم اللي عايش في ظل ظروف صعبة، في مرض، في اضطهادات، في ألام، اللي عايشين طبعا بالسجون، الأسرى، كل الناس اللي بتعاني من وضع اقتصادي صعب، وضع سياسي. احنا بنصلي لهم من كنيسة المهد، وبنرفع أدعيتنا للرب الإله العلي القدير حتى يعم السلام، المحبة، الأمن والأمان، لحتى ترجع لبلادنا وللعالم أجمع. أنماط الشخصية الكتابية كانت مدار حلقة نقاش في برنامج صباحكم نور، الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حيث أجرى البرنامج اتصالا حول هذا الموضوع مع ثلاثة من الأكاديميين المختصين في المجال النفسي، وهم الدكتور عامر المصري والدكتور سمير ظواهر والدكتورة حنان هلسة. تناولوا خلال الحديث أنماط الشخصية وكيفية التعامل مع السلوكيات وردة الفعل لدى كل شخص في المواقف المختلفة، كما أشار ضيوف الحلقة إلى دور المجتمع في التأثير على تكوين شخصية الفرد ومدى تنمية هذه الشخصية بطريقة إيجابية في ظل أقصى درجات الضغط والسيطرة على السلوك السوي. موضوع الشخصية موضوع ليس جديد، صح؟ نعم. احنا بنعرف انه هو من قديم الزمان، والعلوم كلها تحددت بهذا الشكل، وحاولت انها حتى في بعض العلماء بيرفضوا مثل هذا العلم، وبقول لك انه يعني الشخصية الإنسانية بتميل للثبات لكنها ليست ثابتة. فهذا شيء انا بس بحب اوضحه للمستمعين، انه يعني نحن ما عم نحكي عن قانون فيزياء، نحن بنحكي بشكل عام. نعم. كيفية التعامل مع انماط الشخصيات، واللي زي ما وضحت لأبونا وقلت له إنه يعني بدنا نبعد عن القهرية والانطوائية والسيكوباثية، مع إنه لازم نعرف إنه كل شخص فينا في عنده نمط، لكن في عنده نمط غالب. يعني لما باخذ أنا الشخص الحنون مثلا، هل هذا الشخص الحنون هو دائما بميل لأنه يضل على نفس النمط؟ بدي أعرف إنه يعني هذا الأشياء بتتغير، ممكن يكون هذا سلبي عدواني في بعض الأحيان، بس أنا بتحدث عن النمط الغالب. يعني لنفرض أنه إحنا وزعناهم، أبونا قال ثلاثة، أنا يعني بميل لأنه أربعة: الشخص المتوسط، الشخص المتحفظ، الشخص الأناني، والشخص اللي بنسميه أحيانا الشخصية القدوة. دكتورة باسمة، سؤالك كان واضح أنه كيف بتعامل. نمط الشخصية بيعتمد على قضيتين أساسيات، اللي هو بنسميه الانفعال، الفعالية والتحقق. الانفعال بنحكي عن مجموعة العواطف المجموعة عند الإنسان، قدي هذا الإنسان ميال لأنه يتحكم فيها بغض النظر عن نمط شخصيته. والفعالية بنحكي عن قدي هذا الإنسان قادر على أنه يعمل تحت الضغط، قديش فعاليته في المواقف المختلفة. والتحقق بنحكي عن نمط التفكير السائد عند هذا الشخص، وهو هذا اللي بيهمني. بدي أوضح بس نقطة صغيرة جدا، إنه نمط الشخصية بيتحدد دائما في المواقف التي تهدد الشخص. نعم. يعني الشخص لما بيكون آمن، بعيد عن الخوف، بعيد عن التهديد، بميل لأنه نمط شخصيته يكون متشابه عند الجميع. لما بيبدأ يشعر بالخوف، نعم، بيظهر عندي أكثر من نمط من الشخصية عند هذا الإنسان، وبناء عليه أنا بتصرف. فإذا كنت أنا بحكي عن الشخص اللي هو بنسميه المتوسط، اللي هو الهادئ المرح، اللي هو طيب القلب، هذا الشخص بميل بالغالب لأنه ياخذ تعليقات إيجابية، يعني بيبحث عن التعليقات الإيجابية من الآخرين. نعم. في حال عدم وجود البيئة المناسبة، برجع بقول اللي هي التعليقات الإيجابية، تمام؟ نعم. بميل لهذا الشخص بأنه يتغير نمط شخصيته
حتى الهدوء والمرح بيبدأ يفقدهن، بيخاف يتناقش بمواضيع العمل، يعني بدي أكون حذر في مناقشة مواضيع العمل معه. نعم. بينما الشخص القدوة هو الشخص اللي بيحب يناقش مواضيع العمل، يعني كل ما كنت أنت ذكي في معرفة الشخص اللي بيقابلك، نعم، كل ما أجدت التعامل معه وأخذت أفضل ما عنده، نعم، وكل ما للأسف نسميها كل ما أسأت التعامل مع نمط شخصيته كل ما أخذت أسوأ ما عنده. يعني مجموعة من العلماء والدراسات والأبحاث الحديثة والقديمة وخاصة الحديثة أثبتت أنه في يعني تقريبا 6-7 أنماط رئيسية في الشخصية. نعم. إحنا ما يهمنا من دراسة أنماط الشخصية. نعم. نحن لا يهم، يعني المهم مو ليس فقط أن نحدد أنماط الشخصية، المهم أن نحدد أنماط الشخصية أولا، وثانيا كيفية التعامل مع هذه الأنماط. نعم. وكيف ممكن تفيدنا في التعامل مع الآخرين. نعم. احنا ليش بنسرد انماط الشخصيه او ليش بصير عليها يعني مؤشرات بحثيه كثيره؟ لانه بفيدني انا لما اعرف الشخص زي ما تفضلت الامامي، انا بعرف شو نقاط قوته، بعرف شو نقاط الضعف. نعم. عنده، بعرف الامور اللي بتستثيره، بعرف الامور اللي ما بتستثيره، فلما احددها وانا احدد انماط شخصيتي سهل جدا اتعامل معه. نعم. من السهل جدا اتعامل معه. هلا اذا بتلاحظوا في الوقت الحاضر اللي احنا فيه زادت النزاعات، زادت السلوك العدواني، صح، زادت عمليات مخالفة القوانين والتعليمات حتى بالسرعة على الطرقات، حوادث السير إلى آخره. ليش؟ لأنه في أنماط شخصية الآن قاعدة بتصير متعارضة أو متناقضة، خلينا نقول. نعم. أنا عندي نمط شخصي معين تعارض مع نمط الشخصي الأمامي، فسهل أنه يصير خلافات ونزاعات وسلوك عدواني وإلى آخره، ولا سمح الله لا قتل وغيره. هلا كيف انا ارجع لسؤالك انه نعم. كيف ممكن انه انا شخص امامي كيف بدي اتعامل معه؟ نعم. بدي اتعامل معه، بدي اتعامل بالطريقه اللي الطريقه اللي انا بشوفها ممكن تريحه. اذا هو بيظهر سلوك معين او اداء معين او افكار معينه بشوفه برتاح لها، انا ما بعرف ولا مختص على سبيل المثال لا بعلم النفس ولا بالانماط الشخصيه. نعم. ممكن الشخص العادي اي شخص معين اني بدي اشوف شو الاشياء اللي بتريحه، انا بعززها، بعزز هاي النقاط. الأشياء اللي ممكن تستثيره أنا بحاول قدر الإمكان أن أتغلب هاي النقاط. هيك من السهل تفتحي الباب الحوار مع الشخص الآخر. أعطيتنا مفتاح ذهبي اليوم يا دكتور، والله هاي طريقة. نعم. حلوة، بدنا نجربها. طبعا يعني يعني أبونا في بهاي النقطة بالضبط، يعني بالتربية لما كنت بوظيفتي بالتربية رئيس قسم الإرشاد، يعني كن يعني أحكي لك كان يمر علينا مثلا أولياء أمور للمديرية بطريقة يعني عصبية كبيرة جدا، وأنا ما بلومه لما حسب يعني شخصياتهم، ابنه تعرض إلى ظلم، تعرض إلى آخره، فكان الهدف أنه الله يعطيك العافية ممكن تقدم له فنجال قهوة، فنجال شاي، طيب، إلى آخره، السولف معه بموضوع معين محايد، في الأخير بقول اللي بدك إياه سويه، بحكي لك. فتخيل كيف ممكن أنك تمتص هاي المواقف السلبية وتعظمها وصير إيجابية، تتعظم الإيجابية. صار في بعض الصعوبة بتواجه الإنسان أنه يتعرف على الشخصية من خلال التواصل، أدوات التواصل الاجتماعي، يعني من خلال الواتساب والفيسبوك وهيك، صعب أنك تتعرفي على الشخصية، لأنه أنت لما بتتواصلي على الواتساب وبتحكي مع الشخص ما بتشوفي فيس تو فيس زي ما بقول وجها لوجه، تتعرفي أنه كيف حركاته، كيف انفعالاته، كيف عينيه، كيف انفعالات وجهه وهيك، فما بتقدري انك اللي بسموها لغه الجسد. فما بتقدري انك تعرفي كيف شخصيته او تدرسيها، فبيكون صعب انك تعرفي شو نوع شخصيته تقدري تتعاملي معها، فصار على الانسان صعب. فكيف هلا هذه هاي 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 كمان تحدي قدام علماء النفس انهم يعرفوا عن بعد انماط الشخصيه، هذا تحدي لكم. هو فعلا بس اكيد في بعض الاشياء يعني هي بتميز اكيد. هلا هي 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 فعلا تحدي، بس انا لما بحكي انه هاي يعني كيف شخصيه الفرد، ما بنسى انه التفكير ونمط الكتابة ونمط السلوك، يعني كل شخصية الإنسان هي ضمن الشخصية. نعم.
نعم هلأ. برافو، شفت نمط الكتابة صار بيحدد كمان. نعم مظبوط. هلأ الشخصية هي العنصر البيولوجي اللي بنورثه والنمط السلوكي اللي اللي من ضمنه نمط التفكير ونمط الهي. هلأ هاي كلياتها أنا بكسبها. هلأ في الميديا وغيرها يعني كل أنواع الميديا. أنا لما الشخص بيكتب بتقدر تعرفي نمط الشخصية من خلال كتاباته وتفكيره ونمط كتابته. هلأ أنا كشخص عادي جدا باجي بقرأ لهذا الشخص، هلأ كيف بيكتب هو، كيف بيفكر، كيف بيكتب هو، شو متعلم وشو واصل لمرحلة من الكتابة. هلأ كيف بيكتب، ايش في عنده من امراض، شو في عنده بداخله. هذا كله ببين في الميديا. هلا الشخص لما بنقول هذا شخص مثلا واصل مرحله علميه عاليه، لما بيكتب بحلل. هذا الشخص بتطلع انا على كتاباته، ياي شو زي كانه اينشتاين، بعرف انها مسروقه. بالتالي لأنه طبعاً في بعض الشغلات بياخدوها وبحطوها بقولوا إحنا كتبناها، فبيجي لما بشوفها بعرف إنها مسروقة، بعرف إنه هذا الشخص عنده استعداد للاحتيال، عنده استعداد للغش، عنده استعداد للتظاهر. فكتير من الناس لما بيجي بيكتبوا على الميديا، حتى لما بيبعتوا رسائل للناس لبعض لواحدة لكذا، بيجيبوا لها والله أنا مطلق، والله أنا تارك مرتي، بس يكتب هيك بتعرف إنه هو كذاب، لأنه بده يتظاهر بشخصية غير شخصيته. إذا هذا الشخص هو غير حقيقي، هو في ثغرة في داخل شخصيته بده يعني يتظاهر. إحنا بنقدر نعرف الأشخاص هلأ لما بيكتب طريقة الكتابة، هل هي طريقة جيدة أو علمية، ولا هي طريقة عفكشية؟ عنده استعداد إنه يسب، عنده استعداد إنه يستخدم ألفاظ قذرة، أو شخص بيبحث في تاريخ بتحط، كل هاي بتظهر الشخص. أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير نعيمي نتائج امتحان الثانوية العامة التوجيهي لعام 2020 والتي شارك بها 178 ألف طالب وطالبة، نجح منهم 97 ألفا، ولأول مرة في تاريخ المملكة حقق 78 طالبا وطالبة معدل 100%، غالبيتهم من الإناث. وبهذه المناسبة يسر مكتب نورسات في الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل أن يتقدم باسم التهاني والتبريك للطلبة الناجحين وذويهم، متمنين لهم مزيدا من التقدم والتوفيق في دراستهم الجامعية وحياتهم العملية. من جهة ثانية، أعلنت كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم عن عودة التدريس بالجامعات اعتبارا من مطلع تشرين الأول المقبل وبدء العام الدراسي لطلبة المدارس في مطلع الشهر المقبل. برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل الحداد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني عبر صفحة فضائية نورسات فيسبوك، استضاف في حلقة هذا الأسبوع الدكتور إحسان حمارني رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية في عمان، حيث تحدث الدكتور حمارني عن الرسالة الوطنية للجمعية التي تأسست أصلاً لغايات خدمة المجتمع المحلي وأبنائه من غير اعتبار إلى العرق أو الدين أو الجنس، موضحاً أنها جمعية غير ربحية تركز في خدماتها على الطبقة الفقيرة والوسطى من أبناء المجتمع الأردني الواحد. جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية، وكما قلت، هي جمعية وطنية قبل أن تكون أرثوذكسية. واجب هذه الجمعية خدمة أبناء المجتمع المحلي بصرف النظر عن العرق أو الدين أو الجنس، تقدم هذه الخدمات لجميع أفراد المجتمع الأردني. هذه الجمعية تم تأسيسها عام 1957 من قبل مجموعة من الخيرين اللي هاجروا من فلسطين
بعد حرب 48 وأجع الأردن، وكانت هذه الفكرة لتأسيس هذه الجمعية، حيث بدأوا بتأسيس الجمعية لغرض إنشاء مدارس الأحد، وتطورت الفكرة لاحقا، وكانت الفكرة بتأسيس المدرسة الوطنية الأرثوذكسية. وأذكر أبونا قرمش كان من المؤسسين، الله يعطيه الصحة، الله يعطيه الصحة والعافية. وكان يقول لي أنهم كانوا يستعملوا سياراتهم الخاصة في البدايات لإحضار الطلبة من البيوت وإيصالهم للبيوت بعد انتهاء الدوام الرسمي. فهناك حقيقة نضال وجهاد قاموا به الأوائل لجعل هاي الجمعية تقف على أرجلها وتخدم المجتمع المحلي بكل ما لديها من قوة. أنا أعتقد أن جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية خلقت لخدمة الطبقة الوسطى، والطبقة الوسطى هي عماد المجتمع اللي إحنا بنعيش فيه، وبدون الطبقة الوسطى إحنا حقيقة ما إنا ما إنا ما إنا وجود. هذه الجمعية والمدرسة إحنا سميناها اسمها المدرسة الوطنية الأرثوذكسية، ونركز على أن هذه المدرسة هي مدرسة وطنية قبل أن تكون أرثوذكسية. نحن نعتز بأرثوذكسيتنا، لكن إحنا نعتبر أن هذه المدرسة الوطنية الأرثوذكسية هي واجبها أن تنشئ الطلبة وتهيئهم ليكونوا في خط الدفاع الأول ضد جميع أنواع التطرف على كافة أشكاله. إحنا يجب أن نتعلم، وهذا إشي جدا مهم، أن يحترم كل منا الآخر، احترامنا للديانات المختلفة، احترامنا للثقافات المختلفة، احترامنا للفكر المختلف، ولا يجوز أن يستعمل أي طرف سطوته لطمس شخصية الطرف الآخر. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام عدة تذكير بأبرز ما جاء فيها. كنيسة يسوع الملك للاتين بعمان تحتفل بعيد انتقال السيدة العذراء. قداس إلهي في كنيسة القديس جورجوس بصفوت بمناسبة أحد متى العاشر. دور رائد ومتميز لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية في خدمة المجتمع الأردني. أنماط الشخصيات الكتابية في حلقة من برنامج صباحكم نور. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.